أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتقدم بالتهنئة والتبريك إلى صاحب العصر وولي الأمر الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى ولي أمر المسلمين الإمام السيد علي الخامنائي، وإلى المراجع العظام والعلماء الأعلام، وإلى شهداء الأمة الإسلامية لا سيما المدافعين عن حرم الحوراء زينب عقيلة بني هاشم. كما ويسعدني أن أهنئكم أيها الحضور الكريم فردا فردا بهذه المناسبة العطرة، ميلاد سيدتنا الحوراء زينب الكبرى سلام الله عليها، وعلى جدها وأبيها وأمها وأخويها، وعلى الأمة الهداة الطاهرين. ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم هذه الأفراح، وأن يسبغ عليكم من فضائلها وبركاتها، وأن يوفقنا وإياكم لأحيائها في أمن وأمان وعافية وسلام، وأعيننا مكتحلة بتلك الطلة البهية لإمامنا صاحب العصر والزمان، إنه سميع مجيب الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.